ما على بالكم باللي كتلونشات لاكراد جينيرال لو 8 ديسمبر، رانا طلبه كما راك تشوف لنا واقفين هنا لباو النداء لاضراب العام هذايا لاسقاط الانتخابات وتحقيق مطالب الشعب اللي الشعب راه يطالب بهم 22 فبراير اللي هما لازم الشعب هو اللي يسمع القرار. انا واحد من اصحاب الدفاع الذاتي نطلب من كل الناس اتخاذ يوم 12 ديسمبر للخروج من هذه الازمه واحنا ضد الدخول مع المؤسسه العسكريه. متى طلبتنا نكون واجدين ان شاء الله